تشييع جثمان الشاب نائل واستمرار المواجهات والاعتقالات في باريس ومرسيليا. الطيران الإسرائيلي يقصف مستودعات لميليشيا حزب الله شمال شرقي حمص. اشتباكات عنيفة في محيط سلاح المدرعات في الخرطوم ومسلسل الاعتداء على المستشفيات يتواصل. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية. شهدت جادة الشانزليزيه في باريس اعتقالات واسعة وسط انتشار أمني كثيف، فيما قال مراسل الحدث إن السلطات الفرنسية أعلنت حظر تجول في ضاحية كولومب غربي العاصمة باريس لمدة 3 أيام، كما شهدت ضاحية نانتير انتشارا أمنيا مكثفا. مراسل الحدث أفاد بتجدد الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين في مرسيليا، حيث تقول الشرطة الفرنسية إن مسلحين بقضبان حديدية يقومون بعمليات نهب واسعة النطاق في المدينة. وزير الداخلية الفرنسي أعلن نشر تعزيزات أمنية كبيرة في المدن الرئيسية المتضررة، مشيرا إلى أن 30% من الموقوفين من القاصرين. وتوعد وزير الداخلية بملاحقة منفذي أعمال الشغب ومتابعتهم عبر كاميرات المراقبة. يجب أن نذكر الآباء بتطبيق سلطتهم الأبوية بطريقتين، أولهما أخلاقية حتى يقوموا بواجبهم كآباء، وثانيا يجب أن نخبرهم بأن الآباء الذين لا يطبقون سلطتهم الأبوية قد يتعرضون للسجن لعامين نافذين وغرامة مقدارها 30,000 يورو. وعلى الشباب أن يعلموا أنه لا يمكنهم الاختباء وراء شاشة الجوال، لأنه يمكننا أن نجدهم وأن نغلق حساباتهم وأن نحاسبهم. ذكر وزير العدل الفرنسي خلال زيارته لنائب الجمهورية بمحتويات القرار الحكومي الذي صدر عن اجتماع خلية الأزمة أمس، بأنه يجب تطبيق سلطة أولياء الأمور وسيتم متابعة أصحاب الحسابات المحرضة. الاستهداف الإسرائيلي لقرى خاضعة أو يتواجد فيها حزب الله اللبناني تقع عند المدخل أو الضواحي الشمالية الشرقية لمدينة حمص. حتى اللحظة انفجارات دوت في هذه المنطقة نتيجة القصف الإسرائيلي. كان هناك محاولة للتصدي من الدفاعات الجوية سواء في حمص سواء في الساحل السوري أو في مناطق أخرى،
تابعة إداريا لمحافظة حماة دون أن تتمكن الدفاعات الجوية من إفشال القصف الإسرائيلي على هذه المنطقة من أطراف حمص الشمالية الشرقية في قرى تشكل حاضنة شعبية لحزب الله اللبناني، والاستهداف هو تدمير مستودع الانفجارات دوت في تلك المنطقة. ونشر المرصد قبل قليل صور للانفجارات التي وقعت في هذا القسم من الأراضي السورية نتيجة الاستهداف الإسرائيلي الجديد المتجدد لهذه المنطقة. تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط مقر سلاح المدرعات في العاصمة الخرطوم، وذلك باستخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة. وبحسب شهود عين، فقد صد الجيش هجوما واسعا لقوات الدعم السريع والذي استمر لعدة ساعات، استهدف سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم. هذا وأفاد مراسل الحدث بأن طيران الجيش السوداني نفذ طلعات استطلاع جوي في مدينتي الخرطوم وأم درمان في الوقت الذي أطلقت فيه قوات الدعم السريع المضادات الأرضية. أكد عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عمران عبد الله حسن أن وفد الدعم السريع للتفاوض لا يزال في جدة. وفي تصريحات للحدث أشار حسن إلى أنه قد يتم استئناف المفاوضات بعد عيد الأضحى. وفدنا ما زال متواجد في جدة، وأن الوساطة السعودية الأمريكية لم تعلن عن وقف المنبر، وربما سوف يتم استئنافها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. نحن موقفنا ثابت في الترحيب بأي مبادرة، ومع توحيد أي كل المبادرات تحت راية مبادرة جدة، والعمل معا للوصول لما يقود لإيقاف تام وشامل للأزمة السودانية منذ عام 56. وعن اتهامات الجيش للدعم السريع بتجنيد الأطفال، اتهم عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع الجيش السوداني بإطلاق ما وصفها بالإشاعات. منذ بدء الحرب ظل الجيش ينشر ويروج الأكاذيب والإدعاءات التي تم كشفها، حتى أنه كان ينشر في صفحاته الرسمية أخبار عن انتصارات زائفة في بعض المناطق، سرعان ما يتم اكتشاف أن الأمر مجرد أكاذيب. وبالتالي حديثه حول تجنيد الأطفال يأتي ضمن حملة الأكاذيب والدعاية الحربية بغرض تشويه صورة قوات الدعم السريع. لم يقدم الجيش في تلك الفيديوهات ما يؤكد أن الذي تم عرضهم يتبعون لقوات الدعم السريع، ناهيك عن تقديم شهادة تثبت أعمارهم. لوقت قريب الأستاذ ربا كانت الدعاية من طرف الجيش أن مقاتلي قوات الدعم السريع عبارة عن أجانب، فهذه كلها نحن لا نقتنع بها. الذي أريد أن أؤكد لك أن قواتنا ملتزمة بالقانون الدولي والإنساني فيما يتعلق بتجنيد الأطفال. وكان الجيش السوداني نشر مقطعا مصورا لقاصرين من تشاد والسودان يكشفون فيه كيف جندتهم قوات الدعم السريع لخوض الاشتباكات ضمن صفوفها مقابل المال، وفق الفيديو الذي صوره الجيش. عمري 16، أسكري دعوة الدعم السريع، أنا جاي من تشاد 18 سنة من تشاد تابع للدعم السريع، جابوني لخاتف هنا 16 سنة
جاي منتشر من ولاية دارفور نيالا هي المستقبل العمر 15 سنة. اتمسكت في جبرة مولود 2007 عمري حاليا 16 سنوات. بس طوالي قال لنا بعد ما مشيت هناك بس يا أخوي دي 20 كده تركوا بيها بعد ما مشيت المعسكر ندوكوا 3 مليار. في مداخلة مع الحدث قال المستشار الإعلامي لوزارة الداخلية السودانية هاشم عبد الرحيم إن قوات الدعم السريع يدخلون بيوت المواطنين والمستشفيات ويتخذون من المدنيين والمرضى دروعا بشرية. كل العاصمة الغرمية بمدن الثلاثة خرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان جميعها سكنت بواسطة هذه القوات المتمردة. هذا أمر بديهي ومعلوم ومعروف. الآن هذه القوات تتواجد حتى في غرف نوم السيدات وتتواجد في المستشفيات وتتواجد في 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 بيوت الناس من ناحية عامة. هذا أمر معلوم. هي اتخذت هؤلاء المواطنين دروع بشرية في إدارة حرب هذه منذ وقت طويل، وهذا أمر لن تنتطع فيها عن ذلك. توعد جنود منطقة كر العسكرية في أمدرمان بتحرير المدينة بشكل كامل خلال 72 ساعة. رسالتنا احنا ان شاء الله حنوجهها الان للشعب السوداني جمعا وطلا. احنا ان شاء الله في مدينة أمدرمان ان شاء الله في خلال يومين او 72 ساعة ان شاء الله أمدرمان حتكون خالية تماما من التمرد. الله اكبر. ان شاء الله جاهزين لاخواننا في بحري وجاهزين لاخواننا في الخرطوم وجاهزين لحرر البلد كله ان شاء الله. قالت هيئة محامي دارفور إن قوات الدعم السريع تتجه لإنهاء وجود أجهزة الدولة في ولايات دارفور ونشر الفوضى الشاملة فيها. واتهمت الهيئة في بيان لها قوات الدعم السريع بارتكابها انتهاكات وتجاوزات جسيمة في جميع ولاية دارفور. كما حذر بيان الهيئة من أن استمرار النهج الذي تتبعه قوات الدعم السريع سوف يؤدي إلى تدمير كل مدن ولايات دارفور وتشريد سكانها. استمرار القتال في السودان أدى إلى توقف صرف المرتبات للعاملين في القطاعين الخاص والعام في إقليم دارفور، الشيء الذي أثر على واقع الحياة للمواطنين. لأكثر من 60 يوما ظلت المؤسسات الرسمية بإقليم دارفور غربي السودان متوقفة عن العمل، فبعضها طاله التخريب والدمار والنهب بسبب ما خلفه القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع من انفلات في عقد الأمن. هذا الصراع أدى إلى توقف جميع رواتب العاملين في كافة القطاعات، ما أثر كثيرا على واقعهم الاقتصادي. حتى الآن ما في أي ضيء بالنسبة لصرف المرتبات، وكل الموظفين إنه يعيشون حالة اقتصادية متردئة وسيئة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يخف الحرب. يجلس يوميا عدد من الموظفين هنا أمام مكاتب خالية من المهام والقرارات يأملون في حل قضية المرتبات التي طال انتظارها. الحيرة ظاهرة على وجوه الجميع، هنا انعدم الدخل وارتفعت الأسعار وشحت المواد التموينية. عندنا تقريبا 3 أيام يوم من يوم ننتظر المرتبات وما في حاجة، ده صابرين وحارسين، لكن والله وقفة المرتبات دي أثرت في ظروفنا المادية والاقتصادية. واقع آخر يعانيه المتقاعدون بإقليم دارفور حيث تأخرت رواتبهم التقاعدية منذ 3 أشهر وسط صمت رسمي.
ثلاثة شهور نحن ما صرفنا، في نفس الوقت عانينا معاناة، ونحن ناس كناس الواحد فينا اشتغل عمره كله أفناه في خدمة الدولة ونزل المعاش وبقى يعاني، يعني ما عندنا ما واضع لنا أي قيمة اعتبارية كده، ده بحيث أنه الواحد يحس بأنه هو الله فعلا قدم للدولة دي عمل ومن سمى، المفروض أنه يجزى على هذا العمل ده ويكرم. آلاف الموظفين في السودان أصبح حلمهم اليوم صرف رواتبهم التي باتت عصية في ظل تصاعد الأحداث في العاصمة والولايات بعد توقف التحصيل والإيرادات. كل يوم تدخله الحرب في السودان تزداد الأوضاع المعيشية سوءا مع توقف جميع المهن ودمار الأسواق. صالح أبو علامة، القناة العربية والحدث، إقليم دارفور، غربي السودان. وسط حالة من الهلع أصيب عدد من المدنيين اليمنيين في حادث إطلاق نار أقدم عليه مسلحون مجهولون خلال فعالية فنية في مدينة تعز جنوب غربي البلاد. ووفقا لما أفادت به مصادر محلية، فإن حادث إطلاق النار في مهرجان عيد نتعز السادس جاء بعد حملة تحريض شنتها قيادات وعناصر متطرفة لإفشال الفعالية التي شهدت حالة من الرعب والهلع. يأتي هذا فيما اتهمت سلطات تعز المحلية من وصفتهم بالمنفلتين أخلاقيا بافتعال الفوضى خلال الفعالية. في بيان حصلت عليه الحدث، رافض 78 نائبا في البرلمان الليبي تصريحات المبعوث الأمريكي إلى ليبيا حول النفط، معلنين دعمهم لقرار الحكومة فرض الحجز الإداري على إيراداته، فيما اعتبر رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الليبي تصريحات المبعوث الأمريكي تدخلا سافرا في شؤون البلاد. وكان المبعوث الأمريكي دعا الأطراف السياسية الليبية للتخلي عن تهديد بإغلاق المنشآت النفطية، محذرا من أن ذلك سيكون مدمرا لاقتصاد البلاد. أكد الكاتب الصحفي ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام في الحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد بعيو خلال مداخلة مع الحدث، أكد وجود ظلم خطير في توزيع العوائد المتعلقة بالنفط الليبي، كما وصف بعيو قضية توزيع عوائد النفط بالقضية الوجودية. الحقيقة القضية قضية شائكة جدا ومعقدة جدا، يعني المسألة لا تتعلق بخلاف حول مسألة معينة وقضية معينة، المسألة تتعلق بقضية نعتبرها وجودية، وهي قضية العدالة في تقاسم عوائد النفط، اللي هي عكس الظلم السائد الآن اللي موجود في ليبيا، ظلم فادح وخطير. وقضية تقاسم عوائد النفط هي من القضايا الأساسية في الصراع الليبي منذ سنوات طويلة. مسألة الثروة هذه مسألة خطيرة جدا، وللأسف لم يتم التطرق إليها بشكل صحيح على الإطلاق، وتم تجاوزها وتجاهلها. هذا واتهم الكاتب الصحفي ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام في الحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد بعيو خلال مداخلة مع الحدث، اتهم حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها ومحافظ المصرف المركزي بالتصرف بعوائد ليبيا بدون أي شكل قانوني. والمجتمع الدولي وما يسمى المجتمع الدولي فرض علينا سلطات وحكومات خلال السنوات الماضية، فرض على الليبيين، يعني لم تنظر إطلاقا هذه الحكومات في المسألة المركزية المقيتة. ليبيا دولة مركزية للأسف، كل الموارد والإيرادات فيها تأتي إلى مصرف ليبيا المركزي وتتصرف فيها الحكومة،
ونحن الآن أمام وضعية خطيرة جدا تمثلت في سيطرة عصابة يعني نصفها قانونا وليست سبا ولا شتما بأنها عصابة فاسدة فيها تحالف بين الدبيبة وبين الصديق الكبير محافظ مصرفي المركزي تستحوذ على كل إيرادات ولا تنفقها راه لا في طرابلس ولا في غرب ليبيا ولا في شرق ليبيا ولا في جنوب ليبيا لكن الظلم الفادح والواضح في أحياء في مناطق كثيرة من ليبيا يعيش فيها الناس الآن بدون مياه بدون علاج بدون دواء. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع وصول الحوض العائم فخر القناة لترسانة بورسعيد البحرية بعد نجاح عملية عبوره عبر قناة السويس وذلك ضمن قافلة الجنوب في عملية عبور خاصة في رحلته قادما من كوريا الجنوبية. وأكد رئيس القناة أن المعدات الجديدة ستسهم في إضافة قدرات جديدة لإصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة. لم يبقى سوى التذكير بأنه يمكنكم متابعة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net. مشاهدينا وصلنا إلى الختام، أنا رولا الخطيب والحدث دائما لحظة بلحظة، إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.